السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شرحنا شلون ننزل WW2K19 سابقا، بس هسه اجى بيها تحديث جديد يعني للعبة. الخاطر تجينا اللعبة كاملة وما بيها اي نقص، فأيضا نفس الطريقة راح ننزلها، بس هاي نفس ما تشوفون دي ال سي يعني تحديث مال اللعبة. بس هذا التحديث شي يضم اني ما اقدر اعرف الا انزله، فهسه خلينا ننزله سوا. هاي الصورة طبعا دا انزله. هو هذا طبعا يعني على التورنت هماتين نفس السالفة. ايه طلع ان هذا راح نقدر نشغله على التورنت. طبعا التحديث حجم ايش قد حجمه كان 935 ميجا بايت، يعني تقريبا مو كبير مو كبير. هذا 900 يعني جيجا تقريبا. فصراحة النزلة والفيديو الاخ نشوف يعني شنو التحديث، شنو بي شنو هاي. يعني هسه ما اقدر اشوف هاي. هذا كل اللي كان عندنا، مشكورين.